مرحبا برج الأسد. برج الأسد، الشريك يعتقد بأن أنت لن تعطيه فرصة ثانية، يراك أنك ممتنع عنه، أو يعتقد على الأقل يعتقد أنك ممتنع عنه بسبب لحد الآن أنت قاعد تتذكر الأمور اللي سواها فيك أو الأذية اللي أذاك إياها في السابق، فهو يريد أو يرغب بفرصة ثانية معك، ولكن أحس أن أنت لديك أشخاص آخرين في حياتك، لديك خيارات ثانية، وأيضا يراك أنت شخص تطالب بالتغيير، كأنما أنت هني تقول له عشان أرجع لك لازم الوضع يتحسن أفضل من السابق، ويعرف هو في قرارة نفسه عند كرت العالمة أنه من أجل أن يرجع في حياتك أو تعطيه فرصة ثانية لازم يكون في تغيير حقيقي. هذا الشخص لحد الآن لم يستطيع تحقيق التغيير، ما قدر يتغير، ما قدر يطور من نفسه، يتحسن، يتوقف عن الخيانة، يضبط أموره، يقف في وجه أهله، لحد الآن ما قام بالأمور اللي المفروض يسويها عشان يستطيع أن يأتي على أعتابك مرة ثانية. فكأنما هني هو تدري شنو أنه قاعد يسوي، يريد أن يعالج الموضوع بشكل سطحي معك، ولكن يراك فعلا أنت تطالبه، يعني أنت ناضج، عارف حقيقة وضعه، عارف أنه هو لحد الآن ما تغير، وواثق وممتنع عنه، واثق بما معناه أن أنت ما راح ترجع له إلا عندما ترى تغييرات حقيقية. هو يراك هكذا، يرى أن الثمن عشان تكونون مع بعض هو التغيير الحقيقي، ولكن هو لحد الآن مش قادر ولا يستطيع أن يقوم بهاي التغييرات بينه وبين نفسه. أشوفه هني لا يمتلك الشجاعة، في أشخاص في حياته محتاج أن يقف بوجههم، في أمور لازم يصلحها، في علاقات لازم ينهيها، أنت تطالب بهذا الشيء. أوكي، يراك أنت في الفترة القادمة شخص لن تتنازل إلا عندما يتحقق أو تتحقق هذه الشروط. اللي بعده خلينا نشوف ما هي خطوتك القادمة تجاهك أو تجاه العلاقة، و ثمانية الأغصان، خطوتك القادمة باتجاهك إنه راح يحاول يرجع إليك. إنزين، كأنما هني بدل أن يقوم بالتغييرات الحقيقية راح يضع غطاء على الموضوع، راح يحاول انه يضع غشاوة على عينيك او يوهمك انه هو تغير، ولكن خطوته القادمة انه هو سيرجع الى حياتك مرة اخرى، يتواصل معاك، يتصل فيك. انزين، انت هني في وضع الراحة يا برج الاسد، مرتاح، مسترخي، تبحث عن طريقة عشان تخرج من الموضوع او تنسى. اشوفك هني كأنما تبحث في نفسك طريقة لتنسى هذا الشخص. في اللحظة اللي انت بدأت تتشافى او تتعافى منها راح تشوفه على طول راجع إلى حياتك وراجع بقوة. فكأنما هني بدل أن يقوم بالتغييرات الحقيقية، احتمال أنه أيضا كان بخيل معك في السابق، راح يحاول أنه يوهمك أنه تغير. شلون؟ بالأموال. عندنا كرت الساحر، الساحر لما تكون طاقته سلبية هو كرت المتلاعب، يتلاعب، يستطيع عنده التلاعب بجميع العناصر من أجل يقنعك أن حدث فيه تغيير حقيقي، من أجل أن يقنعك أنه هو يستطيع أن يعطيك شيء، يوفر لك الحياة الرغيدة، يوفر لك الاستقرار في الزواج، في العلاقة، يوفر لك مثلا إنسان صادق ما يخون، يوفر لك إنسان تعتمد عليه، ولكن في حقيقة الوضع هو مجرد شخص راجع. أوكي، وبدل أن يقوم بالتغييرات الحقيقية المؤلمة هو فقط سيحاول أن مثل ما يقولون يضع بهارات أو يحسن من الوضع. احتمال أنه يعرض عليك أموال، يعرض عليك زواج، فلما يعرض عليك هذا الشيء أنت هني احذر يا برج الأسد، لأنه ما راح يعرض عليك وهذا الشيء يكون نابع من تغيير أو من مثلا الأمور اللي هني اللي تخلى عنها، ما راح يتخلى عنها، مجرد وهم. فكأنما أنت هني لك النصيحة أن تأخذ الأكواب، أوكي، تأخذ القصة، الحكاية، التلاعب اللي هو يعرض عليك في الفترة القادمة وتكبه، تصب الماء مرة ثانية في النهر، لأن هذا الماء، لأن هذا الشخص
بهذا الوضع لا يخدمك. أشوف هني عندك أيضا عندك طاقة أن هذا الشخص جيد وهذا الشخص طيب، ولكن اختياراته دائما خاطئة. لما تكون معاه أنت في العلاقة اختياراته تؤثر عليك وعليه، فلا تقبل هني كأنما النصيحة لك، لا تقبل رجوعه فقط من أجل أنه قاعد يعرض عليك عرض جديد أو رجوع. أنت محتاج أن تشيل الغشاوة عن الوضع وفعلا تعاين هل هو تغير، هل هو سيظل مثلا يسمح للآخرين بالتدخل في حياتنا، هل سيظل هو مثلا ما يدافع عني أمام الأهل أمام الأصدقاء. هذا النوع. وآخر سؤال، ما هي خطوته القادمة؟ لا سوري، ما الذي يخفيه الحبيب؟ وثلاثة الأغصان، الذي يخفيه عنك الشريك أنه هو في فترة الانفصال، في فترة انهدام العلاقة اللي بينكم أو الزواج، هو كان جدا مرتاح، هو كان يشعر بحرية وسعادة لم يحس فيهم من زمان. نقطة واحد. نقطة اثنين، أن هذا الشخص كأنما هني قاعد يقول بينه وبين نفسه أنا أستطيع أن أحافظ على مستواي الاجتماعي، على سعادتي، على مثلا حتى أموالي ودخلي وراحتي بعيدا عن برج الأسد. أنا ما أحتاج برج الأسد عشان أنجز هاي الأمور لحياتي. وهذا هو كرتك أنت الشمس، احتمال جدا أنك تتعامل مع شخص برج ترابي أو هوائي برج الأسد. انزين، اللي قاعد يخفيه عنك أنه هو أيضا، هنا عندنا خمسة الأغصان وثلاثة الأغصان مع بعض، هذا الشخص يعرف أن وجوده أو رجوعه لحياتك، هذا اللي قاعد يخفي أنه عندما يرجع إلى حياتك يعرف أنه ما راح يتخلى عن الأشخاص الثانيين، خياراته الأخرى راح يظل يحافظ عليهم، ودائما راح تكون العلاقة معه فيها تنافس، فيها تنافس، ولكن كأنما هو يقول لك أنت لا تتنافس يا برج الأسد، أنت لا تتنافس، أنت تقبل الوضع، تقبل الوضع أن أنا إنسان أحب يكون عندي خيارات وخياراتي مفتوحة، أحب حريتي الخاصة، وإن كان بيني وبينك في استقرار، في زواج، في حب، في أطفال، في علاقة جدا لها مستقبل جميل، ولكن كل هذا معرض ومهدد بالسقوط إذا أنت يا برج الأسد ما تقبلت الواقع. كأنما يقول لك أنا دائما راح أظل لحوم في حياتك، دائما راح يكون في رجوع، دائما راح أظل معلقك معاي، إنزين، ودائما أيضا راح يكون في حياتي خيارات أشخاص ثانيين. هذا ستظل حقيقتي يا برج الأسد. كل اللي لازم أنت تسوي، هذا هو ما يقوله لك، كل اللي أنت لازم تسوي أن تتوقف عن التنافس، تتوقف عن أن تطالبني بأن أتغير، تطالبني مثلا أن ما يكون عندي علاقات أخرى، تطالبني بأن أكبت حريتي، تطالبني أن أكون صادق معك. تقبل وتفائل، تقبل الواقع، تقبل أن هذا أنت حبيتني وأنا حبيتك، ولكن هذه هي طبيعتي. هذا هو ما يخفيه الشريك. ننتقل بعدها إلى قراءة العزاب. العزاب، من الشخص القادم في طريقك؟ عندنا كرت الشيطان، احتمال كبير انه هو شخص من برج الجدي، خمسة الاكوال، اوكي، فارس النار، فارس الماء، وكرت عجلة الحظ. الشخص القادم في طريقك، أتوقع أن الشخص من برج الجدي أو من برج السرطان، العقرب أو الحوت، ولكن هذا الشخص اللي قادم رح يكون أمامه عوائق وعقبات ليست متعلقة فيك أنت أكثر من شو أقول لك، القصة راح تجري كما التالي. هو راح يكون يحاول رأك واختارك، يحاول انه يدخل حياتك، راح يكون اما انت في حياتك شخص تريد ان تلاحقه
كأنما هو يريد أن يلاحقك وأنت تلاحق شخص ثاني. شخص جلب من الماضي، جلب لك الكثير من الخسارة، الآلام، الأوهام. شخص أبدا علاقتك ما استقرت معه، دائما كنت تخسر مهما تحاول تفشل. ممكن يكون الأبراج الترابية أو الأبراج المائية، ولكن أنت كأنما هو يريد، صار لفترة، إنزين صار لفترة احتمال أيضا إن هو يلاحقك وأنت تلاحق. هني الشيطان مع خمسة الأكواب كأنما هو سراب من الماضي، سراب يوم من الأيام كان حقيقة ولكن حاليا ودائما سيظل سراب. مهما تلاحق أنت بالفارس السريع، هذه طاقتك أنت يا برج الأسد، مهما تلاحقه ما راح تصل إلى مكان هو فيه حقيقة، لأن عندنا كرت الشيطان الأوهام. أنت تلاحق وهم وهذا الشخص يلاحقك. أشوف أن شخص احتمال عن طريق معرفة أهل، شافك، معرفة رسمية، معرفة عمل، دراسة، أهل، لقاء الأقرباء أو حتى لقاء الأصدقاء، هو لاحظك وأنت احتمال أيضا ستلاحظه، ولكن أنت عينك على شخص ثاني. هذا شخص بنيته متوسطة، طوله أيضا متوسط، احتمال أنه يكون شوية عنده وزن زائد. أوكي، شخص جاد في عمله، جدا جاد في عمله، يهتم جدا بأن يوفر المادة، ولكن مو من أجل نفسه، من أجل الأشخاص في حياته. إذا كنت ترغب فعلا بالاستقرار، إذا كنت ترغب بأن تحصل على شخص أنت تستحقه، هذا هو الشخص. ولكن اللي قاعد يصير أن أنت تلاحق شخص ثاني وهو يحاول أن يسترعي اهتمامك. أيضا أشوفه كأنما هني هو توقف لوهلة، احتمال أنك التقيت هذا الشخص أو ستلتقي فيه قريبا. هو توقف هني عن المحاولة أو محاولة اللحاق بك، قاعد ينتظر الوقت المناسب، قاعد ينتظرك أنت تكتشف مرة أخرى أن هذا الشخص اللي تلاحقه عبارة عن وهم. إما أنك تلاحق شيء، حلم، رغبة معينة، مو فقط شخص، قاعد تلاحق شيء عبارة عن وهم. هو يستطيع أن يرى هذا الشيء لأن بيده الكوب، الكوب نستطيع أن نرى فيه أحوال العالم. هو يرى أو نظرته للأمور أكثر منك، ولكن ينتظرك أن تدرك هاي الحقيقة عشان يدخل في حياتك مرة أخرى. احتمال جدا أنه يكون شخص يميل إلى السمارة، أوكي، أكبر منك سنا ولكن أعزب، لحد الآن لم يرتبط أو لم يسبق له الارتباط. اللي بعده، كيف تتعامل معه؟ هذا الشخص مثل ما قلت لك جدا جاد، يستطيع الاعتماد عليه، ولكن احتمال لا يمتلك نفس الشغف اللي انت تمتلكه يا برج الأسد. هو جاد أكثر، انت تشوفك هني مرح أكثر وتحب المغامرات. كيف تتعامل معه؟ فارس السيوف، عليك التوقف عن الهرب والمواجهة. الساحر، تسعة السيوف، لا تخاف، انزين كأنما مو قلت لك انت هني متوجه رايح لشخص ثاني، رايح لدرب ثاني، مو عيب. لازم تترك هني انه مو عيب ومو غلط ان احنا نعترف ان جهودنا لم تثمر في مجال معين مع شخص معين. مو عيب عندما نواجه نفسنا بهاي الحقيقة، ومو عيب لما نتوقف ونلف ونغير وجهتنا، خصوصا عندما يحدث شيء طارئ. كأنما سيحدث شيء طارئ أو تدرك حقيقة وضعك مع الشخص الثاني أو الشيء الثاني على الجهة الثانية. وآخر شيء عندنا السيف الأول، كيف تتعامل معه؟ محتاج أنت أول شيء طاقة المواجهة، طاقة عدم الخوف، طاقة المصارحة، طاقة اللي بدل أن تهرب، إنزين بدل أن تهرب، مو شرط انك قاعد تهرب من الحب او من الارتباط نفسه، اشوفك هني تهرب من هذا الشخص بالذات. في شخص صار له فترة يحاول او سيحاول، اذا لحد الان ما دخل حياتك، هو سيحاول استمالة قلبك، لكن كأنما انت هني قاعد تتعلل وتحط اعذار انك مشغول بامور ثانية. انت محتاج طاقة المواجهة،
طاقة الاستعداد، تكون مستعد أن تقابله في منتصف الطريق. وأيضا عندنا كارت الساحر، اسمح له أن يثبت نفسه، أعطاه فرصة من أجل إثبات النفس. الساحر في النهاية هو يملك كل العناصر، ولكن إذا ما كان يستطيع القيام بالحيل اللي المفروض يقوم فيها باستخدام العناصر اللي عنده، ما في فائدة. عطى فرصة مثل ما عطيت غيره فرصة في السابق يا برج الأسد، عشان وأيضا هنا يقول لك كأنما لا تخاف من التغيير. أنت عندك طاقة الفرسان، طاقة التغيير. إذا كنت تترقب شخص جديد في حياتك، راح يكون في تغييرات كبيرة في وجهتك. احتمال إذا أنت كنت تريد الدراسة، تريد الانتقال إلى عمل جديد، تريد البدء في مشروع جديد، دخول هذا الشخص في حياتك راح يغير المسار اللي أنت حاطه في بالك. خليك مرن من أجل أن تستطيع أن تلاقي في منتصف الطريق. إنزين، هذا الشخص أشوفه كأنما يتطلع إلى أن يعلن علاقتكم أو ارتباطكم سريعا. إنزين، قلت لك هني نعم عليك بطاقة المواجهة، ولكن النصيحة لك بأن الارتباط نفسه أو أن تكون العلاقة تظهر علنيا، حتى إذا التقيت معه وعطيته فرصة، لا تسمح للعلاقة أن تكون علنية بسرعة، لأن هذا الشيء راح يجلب لك القلق. حافظ على خصوصية العلاقة. إنزين، وهني عندك انتظر التوقيت المناسب، الفرصة المناسبة، الدقة. السيف لما يقع تحت عجلة الحظ يعني لنا الدقة في التوقيت، في الظروف اللي نختارها من أجل نخبر الناس إن عندنا علاقة مع الشخص الفلاني، إن إحنا نريد الارتباط بالشخص الفلاني. احتمال يكون مثل ما قلت لك حوت، عقرب أو سرطان. إنزين، وأنت هني متوجهة شوفك إما إلى الأمور المادية أو إلى شخص من الأبراج الترابية. إنزين، كن دقيق في اختيار الوقت من أجل إعلان العلاقة، هذا طبعا في المستقبل البعيد. ولكن أول شيء أنت محتاج تسويه عشان تتعامل معه أنه تتوقف عن الهرب وتغير وجهتك. محتاج أن تقوم بتغييرات عشان تستطيع أن تسمح لهذا الشخص أن يدخل حياتك. آخر مجموعة هي المرتبطين. لما أقول مرتبطين ممكن أقصد مرتبطين في علاقة أو زواج أو حتى خطوبة. أول سؤال، كيف يراك الشريك؟ الساحر، عجلة الحظ، ملك الأرض، الشمس، كرت برج الأسد، يعني يراك في عنصرك، أنت ناضج في عنصرك، سبعة الأغصان. برج الأسد، شريكك في الفترة القادمة معجب جدا بطريقتك في إدارة المنزل، خصوصا العقبات اللي تواجهونها في العلاقة، وكأنما هو هني يوفر لك عنصر الاستقرار. احتمالنا برج ترابي، جدي، ثور، عذراء. برج ترابي يحب أن أنت دائما اللي تأخذ طاقة الساحر. طاقة الساحر هي طاقة أن احنا نعمل المستحيل مع بعض، نعمل المستحيل. دائما الطاقة الأرضية هي أن نعمل ما نستطيعه، ولكن عندك أنت طموح زيادة، شغف زيادة، طاقة ساحر، طاقة مهما كان الأمر صعب راح نتجاوزه، مهما كانت الإجراءات صعبة عشان مثلا نفتح المشروع، عشان مثلا نحاول إحنا الحمل. في النهاية عندك تمسك جدا برغباتك، هو معجب بهذا الشيء، لأنما هو هني دائما في طاقته أشوفها الأرضية، وإن كان مو برج ترابي، ولكن طاقته الأرضية دائما تخليه يحاول أن يحافظ على الأمور مثل ما هي عليه. أنت اللي تدفع إلى التغيير بطاقتك النارية، هو جدا معجب بهذا الجانب.
زين، وأيضا يراك أن أنت ستكون الوالد أو الوالدة المثاليين لأبنائه في المستقبل. يعني هو هني كأنه ما قاعد يفكر أن دائما الناس يطالبون بأن يجد لنفسه شريك مثله متزن أو مستقر أو تقليدي. طاقة التراب هي طاقة تقليدية، ولكن هو معجب بأنك شلون أنت مختلف عنه. أوكي، فرح تستطيع أن تجلب الأمور اللي ناقصة في شخصيته إلى الشراكة اللي بينكم. الاختلاف هو ما يجذبه فيك، وأيضا أن أنت تعرف أين تضع الأشخاص في مكانهم الصحيح. هو معجب بأن أنت ما تسمح للآخرين بالتدخل، بأن أنت مستقل فكريا وحتى في التصرفات. جدا يحب هذا الطبع فيك، أن أنت ما تسمح لأي شخص مجرد يدخل في حياتك يعطيك تعليمات ويقول لك شلون تعيش حياتك. تعيش حياتك على شروطك الخاصة. هذه هي كيف يراك. اللي بعده، ما هي نقاط قوتك أنت على الشريك أو معه؟ نقاط قوتك، ستة الأكواب. يحس أنه هو يعرفك من زمان، يحس أن أنت تتكلم معه بدون أن تتكلم معه، تفهمه بدون أن يتكلم بالنظرة، كأنما هني تواصل روحي جدا عميق بينكم. ما يحتاج أنه يتصرف أو يتحرك أو حتى يطلب منك أن أنت تقوم بالشيء الفلاني عشان أنت تقوم فيه. أنت هني تفهمها على الطاير، تفهمه هو على الطاير. هو جدا، أو هذه هي من نقاط قوتك في العلاقة. تعرف عندك حسن اختيار للفرص وأيضا تدبير المنزل. أوكي، تدبير المنزل، تدبير الأمور، عندك حسن اختيار، تعرف كيف تمشي أمورك سواء في الحياة، في المجتمع، في الجهات الرسمية. تعرف شلون تحصل على ما تريده بأقل خسائر ممكنة. السيف، أنت تجلب طاقة السيف إلى العلاقة. طاقة السيف هي طاقة التفكير. هني شوفك أو من نقاط قوتك أن أنت متحرر أو مستقل فكريا. قلت لك ما تنتظر الآخرين يعطونك تعليمات أو تسمح لهم أن يخبرونك شلون تعيش حياتك. وأيضا دائما الحب بينكم متجدد، أبدا العلاقة ما تصبح مملة أو رتيبة بينكم. دائما في شعلة جديدة، عرض جديد، عندك طاقة جميلة تستطيع أن تجدد فيها العلاقة على طول. أوكي، وأخيرا ست الأغصان. من نقاط قوتك أن أنت هو الشخص اللي أمام الناس يستطيع فعلا أن يصفك بأنك شريك. أنت الشخص اللي جدا، شوف هو يراك أن أنت جدا ستة أكواب ضد ستة أغصان، يراك أن أنت جدا واثق من نفسك، لأن أنت اللي أمام الملأ راح تكون سعيد بالنسبة له عندما ينجح. عرفت، أنت مرتاح وواثق بنفسك بحيث حتى لو أهو نجح، هني كأنما أهو يمتلك طاقة ملك الأرض. هني كأنما يقول لك أيضا أو من نقاط قوتك أن أنت نجاح شريكك في الوظيفة أو المادي ما يزعزع ثقتك بالعلاقة أو ما يخليك تتخوف من الآخرين، من نفسك. هل أنا جيد بما فيه الكفاية بما أن شريكي مثلا حصل على منصب جديد؟ هل الشريك سيكون أي سيتغير علي مثلا بما أنه حصل على أو نجح في مشروع معين؟ واثق من نفسك ومرتاح مع نفسك بحيث أن هذا الشيء لا يزعزع علاقتكم. هذه من نقاط قوتك. إذن خلينا نقول ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحافظ عليها. 8 الأغصان، 7 الأكواب، و4 الخماسيات. عشان تطور العلاقة أنت محتاج يا برج الأسد أن تلعب على مناطق القوة في شخصيتك أو في برجك. أولا مثل ما قلت لك، عندك ثقة هني،
مو سهل انك تتزعزع عن الاخرين يقولون كلام في اذنك وتسمعه ويخوفك من علاقتك مع الشريك. هني يقول لك كأنما في المستقبل احذر انزين وحافظ، لان الكلام اللي يأتيك من الاخرين، الاشياء السلبية اللي يحاولون يخوفونك بها او يزعزعون علاقتك بشريكك، احرص ان هي ما تدخل الى حتى محيط طاقتك، بما معناه تدخل من اذن وتخرج من الاذن الثانية. ما تغير مسارك مع الشريك، ما تغير علاقتك معه. هذه هي اول نقطة. النقطة الثانية، كأنما اهني شريكك او عشان تحافظ على العلاقة، أنت اللي لازم تأخذ الجانب المائي، جانب الحب، المشاعر، المبادرات، خلنا نروح مطعم، خلنا نسوي كذا، خلنا نقوم بكذا، لازم أنت اللي تأخذ طاقة المبادرة يا برج الأسد. كأنما الشريك رح يكون مركز على الجانب المالي المادي وجانب الوظيفة والاستقرار، فحرص أن أنت اللي دائما تجلب الحب الجديد، الدعوة، الغزل، الكلام المعسول إلى العلاقة. وفي نفس الوقت قلت لك أنت محتاج جدا إلى درع حماية من البيئة ومن الأشخاص اللي يحاولون التدخل في حياتك. وعندك أيضا هني طاقة أربع الخماسيات، تعني أنه خليك هني كأنما مثل ما قلت لك شريكك ينتظر نجاح في المستقبل، نجاح مادي مالي على صعيد الوظيفة أو المشروع أو حتى الورث. فهني يقول لك أنت اللي راح تكون مسؤوليتك أن تحافظ على الأموال، أن تكون يعني مدبر جيد، مو مثلا لأن شريكك حصل على أموال كثيرة جديدة قادمة في طريقة أنت تروح تزيد المصاريف أو تبتدي تصرف بشكل أكثر، تزيد تقول بما أن عندنا مثلا بدل الواحد صار 1000 خلنا نصرف أكثر. أنت محتاج طاقة المحافظة على مصاريفنا كما هي انزين، وأيضا أن ما نسمح للإغراءات تدخل حياتنا. احذر في المستقبل أن أنت تزيد المصاريف. أوكي؟